طيب الفيديو بقى شويه مهارات كده حلوه عايزين نتفرج عليها. بصوا بقى استمتعوا استمتعوا بقى كده ايه بالمتعه. ده عمو كريستيانو ده كلام مالكش اخوات ولا ايه؟ الله الله مستفز ميسي يا ابن اللعيبه. فكره عاليه قوي يا جماعه فكره عاليه. نيمار طبعا ما بيهزرش هو الاخر. الناس بتلعب كره للمتعه. مين الكابتن؟ داني الفش وانت مالك انت بالكلام ده؟ ماشي احرجني. ده شغل عالي قوي يا جماعه. ده لعيبه بصوا متعه. الناس بتستمتع بكره القدم. تعرف عندنا بقى لو لو في مصر هنا كان قال لك كابتن محمود بكر هيطلعك. ما تعملش الكلام ده عشان ما يطلعكش بره. هتلاقي كابتن محمود بكر يقول لك يا جماعه يعني ده كلام مش مظبوط اللي بيتعمل ده ويقعد يتحنجل لي واحنا مغلوبين واحنا مش عارف ايه. والناس هناك بتستمتع بالكوره مفيش مشكله خالص. اهو الراجل بيعدي من واحد واثنين. ادي نيمار اهو عمال يعدي مفيش اي مشكله. وادي اهو دي ماريا ده ولا دي ماريا ده دي ماريا اهو مخنوقه وبيعملها. محمد صلاح اقول الحمد لله يا ولد يا ولد. الواحد بيتبسط لما بيلاقي لعيب مصري داخل في وسط الكلام ده كله. ده كلام مهم جدا اهو. يعني مفيش مشكله هنا بقى يا عم طفش. هتلاقي المدرب على الخط طفش يابا طفش يا استاذ طفش يا عم مفيش مسؤوليه. وتلاقي بقى راجع الجنب يشتم ويتجازل. ده طبعا بصوا رونالدينو ده رونالدينو من غير من قبل ما افكر. ده مين ده؟ جارس بيل. ده في حنكش مش عارف يعمل اي حاجه. ده لما ابراهيموفيتش وتلاقي بقى اكمل لكم. وتلاقي بقى المدير الفني راجع للجهاز الفني يقول له ايه ده ما فيش مسؤوليه. يروح الجهاز الفني طبعا عشان يعني بياكل عيش بقى يروح يقول له طبعا يا كابتن لا 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 ده رهيب ده حاجه رهيبه. ده نيمار طبعا في التمرين وده معرفوش. كريستيانو اكيد هو اللي هيفنش. والله عندنا في مصر يا جماعه الناس دي هتتبهدل هتتهان. لو جم مصر هيتهانوا مع الناس مع المدربين المصريين. العب يا استاذ ويخش بين الشوطين يقول له ايه؟ عارف لو مسكت الكرة لازم عندك انكار للذات. يعني كده معناها ان نيمار ما عندوش انكار للذات ولا ميسي ما عندوش انكار للذات ولا الاخ اللي بيلعب ده ما عندوش روبينيو ده ما عندوش انكار للذات. بصوا المتعه. لو ما مشيتش معاه بقى هل في مشكله؟ لا ما فيش مشكله. هتلاقي الجمهور بيسقف له ومفيش مشكله. ودايما خلي بالك في مدربين محترمين طبعا في مصر. في مدربين عندهم ثقافه كويسه. المدربين المحترمين او اللي عندهم ثقافه كويسه او اللي بيفهموا كوره بيقولوا لك حاجه مهمه جدا. التالت الاخراني اعمل فيه اللي انت عايزه.